النهارده كنا موجودين في أصل ثقافة الزقازيق في من ضمن سلسلة الحوارات الوطنية اللي أطلقتها تنسيق الشباب الأحزاب والسياسيين خلال الفترة الأخيرة في كافة ربوع مصر. عايز أقول إن إحنا النهاردة كان موجود مجموعات شبابية مميزة جدا ومختلفة، ممثلين لمعظم الهيئات الشبابية الموجودة، ممثلين لبرلمان الشباب، حتى نماذج محاكاة الشيوخ اللي أطلقته يعني وزارة الشباب والرياضة. بنتكلم كان وجود مواطنين وقيادات سياسية وقيادات حزبية موجودة، تناقشنا حول كثير من القضايا، يمكن أكثر ما يشغل المواطن الشرقاوي خصوصا حول بعض القضايا السياسية زي إصدار قانون المحليات والحاجة دي بشكل سريع، قانون التصالح وإزاي إن إحنا نحسمه لتجنب كثير من لغط المصارف في الشارع الشرقاوي. كان في لقاء حواري بين الشباب، وكان في عبارة عن أسئلة ومقترحات بالشباب كان بيعرضها على أساس إن هي بيتم في الآخر لوضعها في صورة توصيات بتعرض على قيادات الدولة، والغرض منها إن هو وضع بعض الحلول والمقترحات اللي هي بتساهم في العملية الإنتاجية والاقتراحات الخاصة بمصر الجديدة.